واحدة من العلامات المفرحة عندما تذهب إلى المدن لما تشوف رافعات البناء. أنا شخصياً أفرح كثيراً عندما أشوف رافعات البناء في كل مكان، هي علامة حياة، وكذلك الازدحامات. لكن بصراحة أنا أعتقد بأن موضوع الاستثمار يحتاج إلى رؤية مختلفة، رؤية استراتيجية وليست بهذه العشوائية القائمة. أنا أعتقد بأنه أولاً قانون الاستثمار بحاجة إلى تحديث، وهو يعتبر أولوية رغم بأنه هذا القانون لم يكن بعيد الإصدار أو إقراره. موضوعة الاستثمار والرؤية الاستراتيجية، أنا قناعتي يجب أن ترتبط المشاريع الاستثمارية بتحقيق هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة. والاستثمار الحقيقي هو الذي يرتقي بواقع الناس. أنا حقيقة لا يمكن أن نخفي جميعا حق المستثمر بأن يربح، بالتأكيد هو win to win، هذا هو يعني في كل العالم. مثل ما قلت حضرتك بأنه الرأس المال يحتاج إلى بيئة جاذبة، وبالتأكيد هذه البيئة غير متوفرة بشكل مثالي. لكن أنا أعتقد بأنه رؤيتنا الاستثمار هو ليس مطعم وليس مول، رغم أهمية هذه المواضيع، لكن أنا أعتقد بأنه يجب أن نفكر في موضوع أنه الاستثمار يجب أن يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يجب أن تكون هنالك استدامة، لا تعطيني سمكا علمني كيف أصطاد. هنالك ارتفاعات في مؤشرات الفقر، هنالك مشاكل جدية تتعلق بالضغط الكبير على البيئة. وحضرتك تعرف بأنه مدينة مثل بغداد، مثل ما قال السيد المحافظ، فيها حوالي 10 مليون نسمة، تعاني من تدهور وتراجع كبير في البنية التحتية، وبالتأكيد يمكن معدلات تلوث الهواء والماء وصلت إلى مديات لا يمكن السكوت عنها. أنا قناعتي بأنه الاستثمار الحقيقي يجب أن يضع في نظر الاعتبار أولا هنالك إمكانية كبيرة للارتقاء بالمناطق المجاورة لبغداد، الارتقاء فيها من ناحية إقامة مشاريع استراتيجية، يعني كخطوط إنتاجية، تشجيع القطاع الصناعي، استثمارات زراعية، استثمارات صحية. الاستثمار بالجانب الصحي من أفضل الاستثمارات في العالم، وأقول الآن الاستثمار بالجانب البيئي هو الأجدى بكل الأحوال.